طبيب الفقراء الدكتور طارق السلماني، الاختصاص بطب الأنف والأذن والحنجرة، الذي لا تتجاوز كشفيته للمريض 250 دينار، وافته المنية بقضاء الدجيل بعد خدمة إنسانية امتزجت بالتواضع دامت لأكثر من 40 عاما. اليوم ببالغ الحزن والأسى خسرنا قامة من قامات الإنسانية، ألا وهو الدكتور طارق السلماني الذي لقب بدكتور الفقراء لما يحمله من قمة في الإنسانية والتواضع وملجأ للفقراء والمحتاجين، الذي كان يمارس الطب وكشفية الدكتور طارق كانت 250 دينار. والله اليوم تأسفنا بهذا الخبر مع الدكتور طارق، يعني مو احنا جاي راجعة، اهلنا كانوا يراجعونه، وصرنا احنا جاي الراجعة، وولدنا جاي الراجعة، احنا حتى ولدنا اليوم سمعنا هذا الخبر، والله تألمنا عليه، لأن هو أبو الفقير، هو أبو كل شيء، يعني ماكو دكتور يأخذ كشفية ربع دينار. في قضاء الدجيل كل مواطن يشعر بفضل الدكتور طارق، فالفقراء والأغنياء معنا لاذوا بإنسانيته، ففي زمن جشع الأطباء كان متميزا في استقباله للمراجعين ورعايته لحالاتهم المرضية، فالجميع متأسفا على فقدانه، فإلى أين سيلجأ الفقراء من بعده؟ بصراحة اليوم قضاء الدجيل خسرنا رجل الإنسانية الدكتور طارق، هذا الرجل الذي يكاد يكون ماكو بيت بالدجيل إذا مو عايش قصة مع هذا الدكتور. بصراحة على مر العصور كل العوائل الدجيلي بدون استثناء بأغنيائها وفقراها كانت تراجع هذا الدكتور من خلال قيمة النقدية للكشفية مالته التي لا تتجاوز 250 دينار. دكتور طارق بالنسبة له يعني فاتح قلب الجميع المواطنين، وعنده زوجته وأخته، والمواطن اللي ما يعرفه نفس السواء، ماكو شخص يعرفه وشخص ما يعرفه، ولا يخلي واحد يذب سرة. يعني يما تعال كم شغلته على موجب الصحة بلاش، والله آخر شيء قام ما ياخذ. مسيرة إنسانية خطاها الدكتور طارق الذي التزم بوصية والدته في مراعاة المرضى، فلم تعهد مهنة الطب مثله إنسانا. 250 دينار فقط هي أجرة كشفية المريض للدكتور طارق، الذي رحل إلى جوار رب الرحيم تاركا خلفه إرثا إنسانيا نادرا. من صلاح الدين، وسام الخزرجي، قناة التغيير الفضائية.